الآن زيارة قاآني إلى بغداد ولقائه بعدد من القيادات في الفصائل وفي الحشد، هل هو لرسم معالم لسياسة مواجهة مع الأمريكان جديدة، أم أن هنالك خيارات أخرى جديدة سوف تتعاملون بها مع الوجود الأمريكي؟ أستاذ نجم، أكثر من يسعد بعدم وجود أي مواجهة على الأراضي العراقية ستكون هي فصائل المقاومة والمقاومين الموجودين بالأراضي العراقية. إذا الأمريكان نجحت هذه المفاوضات وهذا الحوار الاستراتيجي بين الحكومة العراقية وبين الجانب الأمريكي، وقررت القوات الأمريكية فعلا أن تسحب كل قواتها من الأراضي العراقية، وسلمت جميع هذه القواعد إلى السلطات العراقية، وأصبحت تحت سيطرة مثلا وزارة الدفاع العراقية أو قيادة عمليات، إحنا نكون أسعد الناس والموضوع ينتهي، وكفى الله المؤمنين شر القتال. ماكو واحد اليوم جاي يريد يعني يحمل بندقية ويطلع للشارع وأنه يدور ولو يلقي له عركة هنا أو هنانة. القياس ليس كذلك. اليوم نحن أكثر من يتمنى أن فعلا تثمر هذه المفاوضات على الانسحاب الكامل للقوات الأمنية العراقية. اليوم إذا جاء الحج قاآني أو غير الحاج قاآني إلى العراق، هذا لا يعني كثيرا لقضية وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية. شنو المعنى مثلا اليوم؟ يعني إذا أجوا وقالوا يابا أنتم خلوا هاي القوات الموجودة، أنت تتصور المقاومين اللي بالعراق كلهم راح يقولون أوكي شكرا وانتهت وخلي تبقى هذه القوات الأمريكية بالعراق؟ هذا منطق مو حقيقي. اكو قضيه عراقيه بحته. نعم، كل فصائل المقاومه تتلقى الدعم والمعونه من الاخوه في الجانب الايراني من ايام الحاج قاسم الى الان الحاج اسماعيل، وهذا الكل يعرفه وماكو داعي اعتقد لانكاره او انه التغطيه عليه، واضح هذا ومعروف. لكن نحن نتلقى دعم ومسانده لانه احنا عندنا قضيه احتلال اجنبي موجود على الاراضي العراقيه، فليخرج الاحتلال الاجنبي ونتفق نحن العراقيين على اداره وتمشيه شؤون بلدنا وما نحتاج. ولذلك انا اريد لا اسالك خارجي ولا اي جهه خارجيه تتدخل بشؤوننا. اريد استاذ نجم نقطه مهمه. أي. والله العراق قادر، والله العراقيين قادرين على انه يديرون امورهم وقادرين على أنه يديرون بلدهم، وإذا سحبت القوات الأجنبية والتدخلات الأجنبية من العراق ستجد أن العراق يستقر وضعه بشكل ما حد يتصوره.